كل يوم بنتأكد إن السيرة أطول من العمر، وإن الإنسان يبقى سايب كده أفعال تخلينا نقول عليه توصيفات جميلة وإيجابية بعد ما يمشي، دي حاجة عظيمة الصراحة. يعني أي إنسان أو أغلبنا يعني يحب يتقال عنه ده كان محترم، مش بيتأخر عن مساعدة حد، الله يرحمه الواحد يفتكر له كل خير. ويا سلام بقى لو سيرتك دي الناس فاكرة بعدها مواقف بعينها، وكل ما حد يخلص موقف التاني يقول موقف أحسن منه. لكن لو الحد ده شخصية معروفة ومشهور مثلا، صعب تلاقي عليه إجماع. هو عموما صعب تلاقي إجماع على أي حد، بس الشخص المشهور بقى موضوعه مختلف، لأنه لو ممثل عنده حاجات بتحبها وحاجات لأ، لو لعيب كورة كذلك. طيب لو أمير بقى، هتقول إنه كان مهتم يعيش حياة كلها عز واستعراض مثلا، وبنى قصور وسرايات ويهتم بهواياته ونفسه وبس؟ ما هو قصص كتير أبطالها كانت دي حكايته، بس في قصص تانية أبطالها عاشوا للناس كل العز والجاه والنسب اللي كان عندهم، ما غيرهمش، بالعكس زادهم تواضع وحسن تصرف، زي سيرة بطل حكايتنا النهاردة الأمير عمر طوسون. ومكان حكايتنا قصور الأمير عمر طوسون، والبطولة المطلقة للأمير نفسه. فيا ترى بقى إيه اللي حصل في القصر؟ إحنا تقريبا كده، أو مش تقريبا، إحنا بقى النهاردة بالتحديد في 26 يناير 1944. المشهد كالتالي: زحمة جامدة جدا قدام محطة مصر في اسكندرية، وأهالي اسكندرية مليين الشوارع ومتجمعين فوق الأسطح والبلكونات، وقلوبهم وأصواتهم بتقول ربنا يرحمك يا عمر، كلنا بنودعك يا أمير اسكندرية. ده كان مشهد جنازة الأمير عمر طوسون، اللي كان موصي إنه ما يكونش في حداد رسمي لما يموت، عشان ما يتسببش في إزعاج أي حد. إيه حكاية الراجل ده اللي اجتمع على حبه مصريين كتير جدا، واللي عنده قصر في شبرا تحفة معمارية؟ الأمير عمر طوسون حفيد الوالي محمد علي، برغم إنه من العيلة المالكة، ولكنه من أكتر الأمراء اللي قرب للشعب والناس البسيطة، وكان مهموم بالقضايا المصرية كلها، ومش اهتمام عادي وخلاص، لأ ده كان بياخد مواقف ممكن جدا تكون ضد مصالحه. يعني مثلا وقت ثورة 19 ساهم بفلوسه ونفوذه عشان سعد زغلول وكل أفراد القوى الوطنية. ده كمان في مؤرخين بيقولوا إنه هو من أصحاب فكرة الوفد المصري اللي سافر لعرض قضية استقلال مصر، وقبلها كمان وقف مع الزعيم مصطفى كامل وقت ما كان بيأسس الحزب. يعني الراجل ده منين ما يكون في قضية خاصة بمصر تلاقيه داعم ليها جدا. كان من أكتر الشخصيات المحبوبة في اسكندرية، البلد اللي مولود فيها ومتربي في قصر والده الخديوي محمد سعيد هناك. درس مبادئ العلوم في قصر والده في اسكندرية، وبعدها سافر فرنسا وسويسرا وانجلترا، وأي حاجة ليها علاقة بتاريخ وجغرافيا مصر تلاقيه مهتم بيها جدا، دماغه بقت مليانة تفاصيل. وكمان فيها الطريقة، طريقة التقدم الاجتماعي والزراعي والصناعي، ورجع مصر معاه أفكار كتير جدا وعنده طريقة تنفيذها. ولو هو مسافر بسيط إيراد، رجع بسيط 124. كان يمشي في الشارع الناس تسلم عليه عادي كده وتعرفه بسهولة، اللي يسلم عليه أو اللي يطلب منه خدمة ما كانش يرد حد أبدا وهو مكسور الخاطر. كان رئيس فعلي أو شرفي لأكتر من 80 جمعية خيرية، وكان بيعتبر إن أي حد بيشتغل عنده في مقام ولاده، ويشارك الفلاحين في الدايرة بتاعته المناسبات، ويوفر لهم الرعاية الطبية بأنه يعمل مستشفى في كل دايرة خاصة بيه، وكل أسرة بتاخد أردب من القمح عشان دايما يكون عندهم إحساس بالأمن الغذائي كده. لأ وكمان كل عيلة بتاخد جاموسة عشان يكون عندهم كفايتهم من اللبن وعدد من النخل خاص بيهم لوحدهم عشان يستفيدوا من البلح. يعني الراجل بيوفر شغل وبلح ولبن وقمح ومستشفيات، حاجة في منتهى النبل فعلا، يستحق فعلا يتقال عنه النبيل عمر طوسون. مع كل الانشغال ده اتكتب عنه انه من اكتر الشخصيات اللي نجحت في ادارة وقتها بشكل مذهل، كان قادر يجمع ما بين تفاصيل كتير جدا، برغم انه كان بيدير ويشرف على كل اعماله بنفسه، وده اللي خلى اعماله وارباحه دايما في زيادة مستمر. طيب نموذج لافت جدا بقى زي الراجل ده الناس بتحبه وبتأيده، وبسهولة يقدر يأثر عليهم، يفوت بقى على الانجليز انهم يحاولوا يستغلوا نموذج ده؟ اكيد لا. سنة 1917 لما توفى سلطان مصر حسين كامل، اللي بالمناسبة يعني قصره في مصر الجديد ده قدام قصر البارون واتكلمنا عنه قبل كده، هو يدوب مدة حكمه كانت 3 سنين. لما توفى بقى الإنجليز عرضوا الحكم على الأمير عمر طوسون، رفض بشكل نهائي لأنه عارف إن ده هيكسبه الإنجليز بس هيخسروا الناس اللي هم رأس ماله الحقيقي.
طبعا الانجليز اعتبروه عدو ليهم، ولكنه ولا همه خالص. الراجل ده كان متعلم كويس جدا وفاهم ان تدعيم وحب الناس وانه يشتغل على جوده حياتهم واصلاحها هو اللي هيقويه قدام اي ضغط، وعشان كده كان مهتم جدا بالتعليم. كل مساحه من اراضيه كان فيها مدرسه، والكتب وادوات الدراسه متاحه مجانا للطلبه، واللي يتفوق منهم بيكمل تعليمه في المدارس العليا على حساب الامير. كان يتبرع باملاك عشان نبني مدارس، يتبرع بفلل عشان نبني مدارس. كليه الاداب جامعه اسكندريه اول ما فتحت كانت في قصر من قصوره. حتى الرياضه ما نسيهاش، ساهم في تاسيس نادي سبورتنج، وكان رئيس مجلس اداره النادي كمان اللي مكانه القصر اللي كان معروف بنمره 3 على ترعه المحموديه. كان ليه في اماكن كتير قصور واراضي، والتبرع بيها دايما كان للصالح العام وللناس، واي تصرف بيعمله من قلبه وبمنتهى السهوله واليسر. عارف كلمه اللي في جيبه مش ليه؟ اهو ده الامير عمر بالظبط، اللي وصى قبل ما يموت ان كل مكتبته المحتوى اللي فيها يتم التبرع بيه. لا وبص النظام كمان، كتب في وصيته انه ربنا انعم عليه بحب العلم والاطلاع والمعرفه، وده خلاه عنده مكتبه جمع لاغلب العلوم بمختلف اللغات، وان الكتب دي موجوده في قصوره المختلفه، الرمل والمحموديه والزمالك وديوان الدايره. طلب من ولاده بقى انه يتمنى الناس تنتفع بالعلم ده، وان تتقسم بقى الكتب اللي في المكتبات دي كالتالي: ان الكتب اللي عن الحروب والمسائل العسكريه تروح متحف الجيش المصري، واللي بتتعلق بالاثار تروح المتحف اليوناني والروماني في اسكندريه، والكتب اللي عن العلوم الادبيه والتاريخيه تروح مكتبه اسكندريه، وهكذا بقى حسب الكتاب في اي تخصص ودوه الجهه اللي هتستفيد منه. اخلاق نبلاء فعلا. عشان كده بقى ما نستغربش ان واحد من قصوره في شبرا اتحول لفتره لمدرسه شبرا الثانويه بنات. ما الراجل اصلا كان مهتم بتحويل قصوره المدارس طول حياته. حكايه الامير عمر توسن هي مش مجرد حكايه قصر واحد شاف احداث مهمه وتعاش فيه تفاصيل معينه، لا دي حكايه امير قدر يعمل لنفسه سيره في حياته وبعد ما مشي، تخليك تفكر قد ايه مهم ان الانسان جاي الدنيا عشان يسيب اثر. وهي دي الحكايات اللي لازم نعرفها، وعشان نعرفها بنجمعها من كذا زمان ومكان، زي لوحه متجمعه بطريقه الموزايك.